هذا المشروع تقريبا فريد من نوعه، لا على الساحة الإفريقية ولا على كل المحيط البحر الأبيض المتوسط. هذا المشروع تقريبا كما مشروع اللي قدمته ألمانيا فيما يخص الطاقة المتجددة، واللي كان طلقوا عليه اسم ديزرتك. لكن فيما يخص ديزرتك كان المشروع يعني تجيب كل الأجهزة وتركبها هنا في الجزائر، يعني ما تخدمهاش هنا في الجزائر. الفرق ما بين المشروع اللي نقدموه احنا اليوم كممثل لبير أليونس هنا في الجزائر، يعني حابين نديروا تقريبا نفس المشروع لكن بطريقة إنتاج أخرى، بإنتاج كل تو لي برودوي، يعني تكون ماد ان الجيريا، يعني نبدو من المواد الخام، يعني ابارتير دو لا ماتيير بروميير. نعم. كونسيرنون لي فيما يخص لي بانو فوتو فولتايك، لي زيكيبمون الكترونيك، لي زيكيبمون الكتريك، لو كابلاج الكتريك، وفي كل ما يخص هذا المراحل. يعني أنتم الآن التصنيع راح يكون جزائري بمواد أولية منتوجة في الجزائر. ما هي الصناعة إلى الحقل التجاري اللي راكم حاطينه صوب أعينكم اليوم؟ اليوم أول شيء هذا كممثل لمجمع بير أليونس، نعم، قبل كل شيء هذا المجمع يأتي فيما يخص الانفستيسمون ديريكت اترونجي، يعني ما غادي يجيب بالمصاري تاعو، ويجيب الجزائر تستفاد من المصاري، تستفاد من الخبره، وكالك شوز تري امبورطون تستفاد من الكارنيت كوموند كيلا اليكستيريور، يعني لي بون كوموند كي سون سيتوي بارابور ا سي كليون كي سون اون ازي اون اوروب اي اون افريك.